دولا دولا، جبت لك شريط ام كلثوم اللي انت عايزه يا عم. جبت الاطلال؟ الاطلال. ايوه هي دي الاطلال طبعا. انت شفت يالا الاغنيه دي ام كلثوم بتقول كيف كان الحب امسى خبرا وحديثا من احاديث الجوى. شفت الكلام؟ الله يا دولا الله. الا يعني ايه الكلام ده يا دولا؟ يعني الكلام انت مش فاهم الكلام بتاع الاغنيه؟ لا يخرب بيت. بص يالا، كيف كان الحب امسى خبر، يعني كيف كان الحب، عارف انت الحب اللي هما اتنين بيحبوا بعض. امسى خبرا، امسى اللي هو ايه؟ اتمسوا بالخير عشان ايه؟ اتاخرت والدنيا ليله. وخبرا هجيب خبرك لو اتاخرت تاني، انت فاهم؟ يا دولا الله على الكلام. مين اللي كاتب الكلام ده يا دولا؟ ده الاطلال يا ابني، قصيده جامده للشاعر الكبير الاستاذ رياض السنباطي. طب دولا يعني ايه الاطلال؟ يعني ايه بس؟ هي دي بس اللي انا مش فاهمها. يعني الاطلال لما بيكون ايه؟ مثلا واحد واقف في الطل كده وعمال بيطل على واحد تاني واقف في الطل بيطل على، يعني هم دول الاطلال بقى. انا بقى كنت فاكر حاجه غير كده خالص يا دولا. شوف الزبونه دي. حاضر حاضر. اهلا وسهلا حضرتك، اي خدمه؟ عايزه تمثال ولا ورق وردي؟ انا عايزه اشوف توت عنخ امون. ايدك على 200 جنيه. انا عايزه اتفرج بس، انا ما بشتريش. لا واحنا هنا حضرتك في المتحف، احنا هنا بنبيع بس حضرتك. كم من تافه تعثرت به ليلا. دي الاطلال صح؟ امسيت ثم اصبحت دونه صبحا. اذا الكلاب عوت لا تستغربي ولا تسألني نفسك هل هذا صوتا لبلبلي. كم من صدفة كشاعرة تلقيني أمام شاعري. يا أهلا وسهلا، شاعرة عندي في البازار، اتفضلي يا فندم. يا أهلا وسهلا رمزي، نريد اتنين حاجة ساعة. حاضر يا دول. أنا الشاعرة هفيفة حب، رئيسة رابطة الشعر الميتم. يا سلام، رابطة الشعر الميتم طبعا معروفة، اللي انشاها الأستاذ سعد اليتيم الله يرحمه. أيوة، وعضو نشط في جمعية القصيدة العمياء. أيوة طبعا، القصيدة العمياء اللي انشاها الأستاذ سيد لعور الله يرحمه في قصر ثقافة الأنفوشي الله يرحمه. إيه ثراء المعلومات ده؟ أنا للأسف كنت فاكراك زي بقية العامة والدهماء اللي ما يفهموش قيمة الشعر. ايه ده انا ما فهمش قيمة الشعر؟ لا بقى، ده حضرتك انا حافظ كل القصائد بتاعة الشعر. عندك مثلا الاطلال اللي هي اتمسوا بالخير عشان الدنيا ليلت وهنتأخر وبدل ما اجيب خبرك، صح ولا لا؟ اين الحاجة الساعة؟ روح هات حاجة ساعة. عجل. حاضر ادولة حاضر. يا للأسف يا مدام شريفة، الكلمة اصبحت رخيصة. انا اسمي هفيفة حب، أنا أنسة، أنا راهبة الشعر الميتم، وسوف أعيش في محرابه حتى سكنات الموت. عارفها سكنات الموت اللي هي قبل سكنات المعاد اللي هي بعد حدائق الموت؟ أيوة. بس مين يقدر؟ حضرتك أنا أقدر طبعا، لأن أنا شاعر بالصليقة مع حضرتك الشاعر عادل سعيد. عادل سعيد، عادل سعيد سعيد، انت عارف اسمك بيجمع بين ايه؟ بين العدل والسعادة. يا له من رمز. لا حضرتك ده بقى يبقى اسمي انا، رمز ابن عم عادل سعيد. انت ايه اللي خلاك تتكلم؟ ايه دول؟ ولا رمز إيه؟ روح هات الاتنين حاجة ساعة. عادل. حاضر دول. حاضر. وماذا عن مؤلفاتك؟ حضرتك انا عامل 12 ديوان في البيت يعني، وحوالي 35 قصيده فرط كده هو، يعني غير ما يستجد من افكار بتجيلي وانا قاعد. انت محتاج اطلاله جديده، اشراقه يوميه. من الممكن ان نتقابل ونقرا اشعار بعضنا البعض ونتعرف على بعض اكتر. حضرتك ممكن اخد منك رقم موبايلك؟ انا اكره الحياة المدنية، موبايل، كمبيوتر، خلاط، الآلة هرست الانسان، هرسته. يولع يولع، يستاهل يتهرس طبعا. حضرتك يعني طيب كيفية الوصول ليكي هعمل ايه يعني؟ من الممكن ان تجدني في خلوتي الشعرية من الساعة 5 لـ 6 في المطعم اللي جنبك. طيب
طيب هل استطيع ان اشاطرك بعض اللحظات في المطعم؟ بس كل واحد على حسابه. حضرتك انا ممكن اعزمك. من فضلك يا استاذ عادل ما تحاولش تفرض سلطتك الذكوريه عبر استخدام المال. خلاص يا فندم، كل واحد يحاسب لنفسه، ما تزعليش. وعلى لقاء. على لقاء. دولا دولا، انت خدت من البت دي 200 جنيه ولا لا؟ ياد مش مهم. يالا يا رمزي. لا مش مهم، يا روح اجيبها لك من شعرها كده. وانا ايه العنف اللي طلع لك فجأة ده؟ ما انت طول عمرك مسالم واهبل والناس بيضحكوا عليك. مش مهم يالا، وبعدين القسوة دي ما ينفعش تبقى مع شاعرة رقيقة. دولا انا خايفة سيكون حبتها دولا من ورايا. لا يالا احبها ايه يالا. دي اختي في الشعر، ما تجوزليش يعني. في البازار كان اللقاء وهمس الأشعار، في البازار كان رمز الحمار، في البازار التقت المواهب كالأنهار، فرعا رشيدا وفرعا دمياطا، وكانت تحمل الكتب تحت الباطن. وفي البازار زي ما قلنا قبل كده كان هناك رمز الحمار. هو ايه ده؟ دي مذكراتي اليومية بكتبها يعني بشكل شعري كنوع من أنواع السرد. وانا بقى كزوجه فين من اشعارك دي حبيبتي؟ تعايزاني افضح بيتي في اشعاري؟ الاشعار دي ممكن تتنشر في اي لحظه يعني. طب وايه بقى التقاء الانهار وفرعي رشيده ودمياطه دول بقى؟ دول يا حبيبتي كنايه عن الحدث اللي حدث النهارده. لقد اصبحت غامضا يا عادل، ومع ذلك انا عايزاك تفضي نفسك بكره الساعه 5 عشان تيجي معايا عند بنت خاله مامي عشان سبوع بنتها تو مادر. تو مادر؟ خلفت توأم ما شاء الله. لا يا حبيبي، ده اسم تركي مركب. بس يا حبيبتي معلش يعني مش هينفع اروح معاكي لان عندي مواعيد هامه جدا. يا سلام، مواعيدك اهم من علاقاتي باسرتي؟ علاقاتك باسرتك ايه بس؟ انا مش فاهم، اسرتك كلها مرميه عندي بره هنا اهو، هتقولي لي علاقاتي باسرتي؟ وبعدين يا حبيبتي انا الشعر ده كل حياتي، وانا عندي فرصه ان انا اقابل توام الشعري. على فكره يا عادل بقى، الشعر حاله متفرده بذاتها ولا يعتمد على الثنائيات. ازاي بقى؟ ما انت عندك اي شاعر في الدنيا بيعمل ايه؟ بيبقوا اتنين شعراء بيكتبوا مع بعض، تلاحظي حتى البيتين دول بيبقوا مكتوبين كده اهو، والشاعر ده شغال في البيت ده والشاعر ده شغال في البيت ده على طول. يا عادل يا حبيبي، دي كانت فتره بدايات تكوين المدارس الشعريه، لكن المدارس الشعريه دي خلاص انقرضت يا قلبي. انقرضت ايه اللي حصل لها يعني؟ وقعت في الزلزال؟ لعلمك كل الشعراء بيكتبوا اتنين مع بعض اتنين مع بعض، يعني عندك مثلا صلاح وجاهين، وعندك بيرم والتونسي، برغم ان بيرم والتونسي ده واحد كان من تونس واحد كان من بيرم، بس كانوا بيتقابلوا يكتبوا مع بعض عادي يعني. الله، على فكرة يا عادل أصبحت معلوماتك في الشعر فظيعة. أنا عارف طبعا، بس على فكرة مش أنا لوحدي، أنا النهاردة لما قابلت توأم الشعري بنفس القدر من المعلومات اللي عندي عندهم يعني. على فكرة أنا أدعوك بالتمسك به. من غير ما تدعوني، أنا عندي ميعاد الساعة 5. خلاص، وأنا هضحي وأروح لتومادر لوحدي.